بسم الله الرحمن الرحيم. أنا الدكتور مصطفى سلامة، أستاذ طب الأطفال وأمراض الدم في الأطفال. إحنا هنتكلم على أنيميا نقص الحديد. إزاي أشخص؟ مش كفاية أبداً أنا أقول نسبة الهيموجلوبين كويسة يبقى الطفل ده ما عندوش نقص حديد. لا، ده لازم أعمل صورة دم كاملة أو أعمل تحليل مخزون الحديد اللي هو اسمه سيرام فيريتين، ونقدر ان احنا اي طبيب او اخصائي امراض دم او حتى لو اخصائي عادي ممكن اخصائي اطفال يعني ممكن ان هو يوصل صوره الدم وبيقدر يتعرف اذا كان فيه نقص حديد او لا، ويبدا بعد كده في العلاج. وقلنا العلاج يعني الاكل الاول واظبط الاكل، وبعدين لو الطفل محتاج مستحضرات حديد فدي بتبقى مده شهرين او ثلاثه او احيانا اربعه. لو الطفل ما استجبش للعلاج بالحديد او الاكل المظبوط يبقى نبتدي نفكر في امراض تشابه نقص الحديد زي انيميا البحر المتوسط الصغرى او زياده نسبه الرصاص الى اخره. ما بنلجاش للتحاليل الاخرى الا لو كان ما فيش استجابه للعلاج بالعقاقير اللي فيها حديد او بالاكل بصوره مظبوطه. بالنسبه للبن الحليب، لبن الحليب احنا تعودنا دايما الام تقول اديله لبن امتى اديله لبن. لا، لبن الحليب ما بيتاخدش في اول سنه خالص. الجبن، الزبادي، كل ده بعد السنه الاولى، ويفضل كمان لبن الحليب اللي هو جاهز ده لا يبقى بعد السنتين، لان في البان تختص بهذه الفتره اللي هي من سنه الى سنتين او ثلاث سنوات. اللبن العادي، لبن الحليب اللي بنجيبه ده بقري ده لا يفضل بعد سن سنتين، تجنبا كمان لانه يحصل فيه حساسيه البان او نقص حديد نتيجه نزيف بسيط بيحصل في المعده. وفي اطفال كتير بتشبط في الببرونه، وتيجي الام تقول لي بياخد 6-7 ببرونات وعمره سنه ولا سنه ونص. طبعا ده اكيد هيبقى عنده نقص حديد، لان كتر اللبن يبقى هيقلل الاكل، وقلل الاكل ما فيش حديد يبتدي الطفل يجيله نقص حديد، ويجي للطفل بعد كده لطبيب الاطفال وعنده انيميا ونقص حديد، ودي حاجه احنا ما بنحبش انها تحدث. فاول 6 شهور بنراعي رضاعه طبيعيه اولا اذا ما كانش يبقى فيه اللبن فيه حديد. نبدأ بعقير فيها الحديد من الشهر الرابع إلى السادس. بعد 6 شهور نبتدي نأكل الطفل أكل فيه حديد، بكده يبقى هنضمن الطفل ما يخشش أصلا في نقص الحديد. التشخيص بتاعه عند عمر سنة بنعمل صورة دم مخزون الحديد ويشوفها الطبيب المعالج. لو شخص يبتدي يعالج، لو الطفل طبيعي يبقى خلاص احنا بنكمل على الغذاء المناسب. نقطة أخيرة بقولها، نبعد عن جانك فود، نبعد عن المأكولات الجاهزة. مش هنقول أسماء، إنما الطفل المدمن اللي هو عايز بسكوت، عايز شوكولاتة، عايز شيبس، عايز مش عارف إيه، طول النهار عمال ياكل جانك فود، ده أكيد هيجيله نقص حديد. وتيجي الأم بعد كده تشتكي في المدرسة إن هو ما هواش عنده قدرة على التركيز، ما عندوش قابلتي زي زملاته لأنه عنده نقص حديد. شكرا أعزائي الكرام، وإلى حلقة قادمة.